حبيبي هذا الشخص الذي تسأل عنه، أنت تراه الحبيب المثالي، تراه يعني تراه الشخص المثالي يعني ليكون في حياتك، تراه الحبيب، تراه حبيب، تراه كزوج، تراه كصديق، واخا يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب، تراه كذلك أبو أطفالك، والعكس هو الصحيح، هو كذلك يراك الشخص المثالي، واخا. لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة، والبعض الآخر مسافة جسدية طويلة، ربما هذا الحبيب ابتعد أو سافر، واخا. لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك، لأن هذا ما كتبه القدر. هذا الحبيب يعتقد، هذا الحبيب حزين بزاف، هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه. ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول مرة شافك، يعني كان حب في يعني من أول وهلة، نعم. وربما أنت رفضت هذا الحياء الحبيب، نعم، لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج، واخا. يعني أنا أرى هنا طرف آخر، واخا، قد يكون من طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب، لكن أرى أنه من طرفك أولا، لكن ربما كذلك من طرفه. دابا نشرح لكم، واخا. أنت ربما لديك علاقة أو متزوج، وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود، يخاف، نعم، يخاف. تقول هذا الكارت يعني هذا توأم الروح بدون شك، هناك معاناة، هناك طرف آخر، وهناك خوف من أن لا تختاره أن يعني من أن لا تختاره هو، واخا. يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك، ربما هو كذلك لديه علاقة، واخا. يعني أرى هنا طرف آخر، لكن يعني الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة، وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب، لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو، واخا. لنواصل. هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف بزاف، وهو طاقته هو هي الحزن، هو حزين بزاف، واخا. هو يريد، شوفوا يعني هنا حزن كبير في هذه القراءة، لكن هو حب جميل كذلك، هناك حب، نعم، هناك حب وعشق كبير، واخا. الله، شوفوا، أنت حبيبي محظوظ بزاف. هذا الحبيب أرى أنه يطرق بابك، لكن يخاف، هو مش يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له. وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج، تفهمونني؟ هذا الحبيب محتار، متردد، خائف. لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر، لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر، واخا. لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة، هذا الحبيب يغار بزاف، لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر كذلك. بلاتي غادي نقول لكم الطاقات، لكي الطاقات التي أراها هي هوائية مثلك، يعني جوزاء، ميزان، ودلو، مثل دلو، نعم، مثله. وكذلك طاقة قلنا هوائية، كذلك طاقة نارية، أسد، قوس وحمل، وكذلك طاقة ترابية، واخا. لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك، وكذلك النارية، واخا. لنواصل. أنت حبيبي، هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود، واخا، لأنه خائف. هو يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانيات دياله، يعني لا يمكنه الوصول لهذا النجم، لهذه الملكة، واخا.
يعني يراك أقوى منه وأفضل منه. واخا أنت حبيبي برج الميزان، أنت محظوظ جدا، أنت محظوظة بزاف. واخا الله أعطاك كل شيء، جمال، رزق، ولديك فرص كثيرة في الحياة، وفرص دائمة لا تنتهي. يعني أنت يعني مطر البركة، يعني تمطر السماء، أنت سماؤك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء. واخا هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا ما. أن يعني ما شاء الله عليك، عليك كل ما تتمناه، أنت كل ما تتمناه الله يهدي لك كل ما تريده، الله يحبك بزاف. نعم يعني الحماية السماوية هي فستانك. واخا قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة، يعني أنت يعني سعيد في حياتك، يعني مرتاح، لكن وصل هذا حبيب الروح، عفوا توأم الروح، لأنه توأم الروح، وصل توأم الروح يعني، وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي، هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني، وحدث تغيير كبير بزاف، تغيير قوي بزاف مع وصول هذا الحبيب. واخا خليني نزيد الكارت. الله قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد حتى يعني وصل هذا الحبيب. واخا أنت يعني كيفاش نشرح لكم، أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء السماء تجيبكم، يعني الله رحيم معكم وكريم بزاف. لذلك ربما هذا الحبيب، هذا الحبيب الجميل، ليس الحبيب، هذا يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة، يعني إنسان طيب جميل يحميك يحبك، يعني أنت تعيش في يعني في حياة جميلة وهنيئة، لكنه ليس توأم الروح. واخا لذلك أنت تمارس قانون الجذب، وربما أنت مارست قانون الجذب والله أعطى لك هذا الحبيب، هذه الروح المتشابهة، لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك. نعم واخا، وهذا أتمنى أن تكونوا فهمتم. واخا يعني هناك روح متشابهة في حياتك، وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح، توأم الشعلة. واخا يعني مع توأم الروح المتشابهة كل شيء، يعني كل شيء جميل، ورود وفراشات، كل شيء جميل وسهل، لكنه ليس حب توأم الروح. هذا الحب، هذه النار، هذا الحب الذي لا ينتهي، هذا الحب الذي يعني يجعلك تفكر ليل نهار. وهذا الحبيب كذلك، هذا الحبيب حزين، غاضب منك، يغار لأنك مع شخص آخر، هو يعرف أنك له، ولكن هناك يعني هناك خوف، لأنه يراك كالنجم، يراك كملكة، يراك كملكة، ويصعب الوصول إليه، وخا لذلك يذهب ويعود. وخا هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور، هو يعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف، وهو في حزن كبير جدا، وكذلك غاضب ويغار. لكن حبيبي هذا الحبيب عندما يراك يرتاح، يرتاح لقربك، يرتاح عندما يكون بقربك، وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب هذا أكبر عقاب، مسكين، هذا أكبر عقاب. واخا الله التي نشوف ماذا سيحدث، ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأل عنه.
من جديد المجنون، هذا الحبيب يعشقك بجنون، هذا هناك طاقة سلبية كذلك، حذاري، هناك طاقة سلبية، هناك طرف آخر، ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر، وهناك طاقة سلبية بزاف يتكلمون سوء عنك. نعم الله، لكن لن ينفع، يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع، لأن هذا الحبيب يحبك، هناك رسائل، هذا الحبيب سيتكلم. هذا الحبيب إنسان جميل جدا، وسيفعل كل ما، يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلامه، الذي هو أنت، أن تكون أنت في حياتي. حبيبة ديالي، هذه القراءة غريبة، لأن أرى أن هناك شيء معلق، يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشتوا ولا شيء، يعني لم تعيشوا، باقي لم تبدأ حياتكم، باقي لم تبدأ، واخا، لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة، يعني هذه حكاية توأم الروح وتوأم الشعلة، يعني كانت مكتوب، يعني هذا عمل القدر، يعني هناك تجارب ستعيشونها، تنتظركم حياة طويلة، هذه الحكاية لم تنتهي، لماذا؟ لأنها باقي ما بدأت، لم تبدأ، تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب، هناك تغييرات، يا الله، تغييرات لم يعني، ربما أنت سعيد الآن، لكن هناك تغييرات عجيبة، ليس غريبة، عجيبة، لم تكن تتوقعها. تغييرات وبدايات، بدايات مع هذا الحبيب، مع توأم الروح وتوأم الشعلة الذي يعاني من أجلك ويحبك، واخا، يعني يجب أن يكون هناك اتحاد، واخا، يجب أن يكون هناك اتحاد. شوفوا، يعني الرجل والمرأة يعملان بجوج بهم سوا، واخا، لماذا؟ لأن هناك اتحاد، اتحاد روحي، اتحاد مهم، تفهمون، اتحاد لمواجهة العوائق، اتحاد من كل الأنواع، هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر، لأنه توأم الروح توأم الشعلة، أنتم باقي ما بديتوا حياتكم، ستبدأون الآن هذا الحبيب سيتحرك، يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك، لأنه لا يحتمل هذا العذاب، لا يحتمل، يعني عنده واحد الغيرة، لأنك مع شخص آخر، هناك غيرة، يغار بزاف، يغار، وهناك يعني ستغير مسار طريقكم، لأن طريقكم سيكون واحد، واخا، الله، قراءة جميلة. هذا الحبيب سيأتي، لأنه يفكر فيك ليل نهار، يفكر فيك ليل نهار، رغم الـ هذا الـ شفت طاقات سلبية، يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم، أنت كذلك تخاف من أن يحكم عليك، يعني المجتمع أن يحكم عليك، لأنك مع إنسان آخر، أنت ربما متزوج، وتحب هذا الحبيب، تحب يعني توأم الروح، يعني لا يمكننا أن نسيطر في هذه الأشياء، لأنها يعني مكتوبة في الخريطة السماوية. قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد، أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك، وخا، لأنه سيأتي، لأنه في معاناة كبيرة، هو في معاناة أكثر منك ويتعذب، لماذا؟ لأنه يقدرك، لأنه يعرف أنك أنت توأم روحه، وأنه يحس بالنقص، مسكين، يحس بالنقص، يعني من دونك هو nothing، لا شيء، هذا الحبيب يحبك، ربما هو يعني طاقته الروحانية أسمى من طاقتك، واخا، يعني هو فهم أنك، شوفوا، فهم أنك توأم الروح، أنك غير عادي، لكن أنت ربما شوية مدللة، وبما أن حظك سعيد دائما، الله أعطاك كل شيء، أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب، رغم أنك تحبينه، واخا، هو روحانيته أسمى من روحانيتك، وهو يعرف أنك أنت توأم الروح، واخا، ورغم العوائق، هذا الحبيب سيتصرف، في هي الكارت، سيتصرف كالمجنون، سيكافح، سيدافع، واخا، رغم من أنه يحس بالنقص أولا من دونك، وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء، لكن سيتجرأ
لأن عندنا هنايا كارت القوة، يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك، فخة سيتجرأ، يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدافع عنك، لكي يكون معك حبيبي. قراءة جميلة بزاف، قراءة مؤثرة، لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منك، وحتى روحانيته يعني أسمى. أنا آسفة لكن أنا كنقول لكم ما أراه، يعني أخا أراك أنت يعني غير ناضج نوعا ما، وهو نعم ناضج، هذا الحبيب ناضج روحيا، ناضج ويعرف أنك أنت حبيبه وأنت ليس توأم روح، وهو سيعمل كثيرا، سيبذل مجهود مسكين، مجهود كبير من أجلك. يعني أنت إنسان محظوظ عزيزي برج الميزان، لأن الله كيعطيك كل ما تتمناه، تمنيت روح متشابهة مع أنك